لتنفيذ هذه التجربة نحتاج إلى صوف، كشاف كهربائي، بالون وقفاز. في بداية التجربة نرتدي القفاز حتى لا تنتقل الشحنات إلى اليد، وبالتالي لن تظهر نتائج التجربة بشكل واضح وسليم. ثم نقوم بدلك البالون بالصوف في اتجاه واحد، فتصبح شحنة البالون سالبة وأما الصوف موجبة. بعد ذلك نقوم بتقريب البالون المشحون إلى الكشاف الكهربائي، وشاهد ما سيحصل. نلاحظ أن ورقتي الكشاف الكهربائي تنفرج، وهذا ما يسمى بالشحن بالحث، أي بتقريب الجسم المشحون. والآن لنجرب النوع الآخر من الشحن، فنقوم بدلك البالون مرة أخرى بالصوف وفي اتجاه واحد، ثم نجعل البالون يلامس الكشاف الكهربائي. نلاحظ أن ورقتي الكشاف الكهربائي تنفرج أكثر من المرة الأولى، ونطلق عليه الشحن بالتوصيل، أي بملامسة الجسم المشحون. والآن لنستعمل الصوف لشحن الكشاف الكهربائي بدلا من البالون، فنقوم بتقريب الصوف إلى الكشاف الكهربائي، ونلاحظ أيضا أن ورقتي الكشاف تنفرج. نستنتج من التجربة الأولى أنه عند تقريب البالون المشحون من الكشاف الكهربائي تتنافر الورقتان، وذلك بسبب أن البالون أصبحت شحنته سالبة بعد شحنه، وعند تقريبه من الكشاف تنتقل الشحنات السالبة من البالون إلى الكشاف، وبالتالي تنتقل الشحنات السالبة الموجودة في أعلى الكشاف إلى الورقتين، وتصبح الشحنة في أعلى الكشاف موجبة، أما في الورقتين فتصبح الشحنة سالبة، وبالتالي تتنافر الورقتان بسبب تشابه الشحنة. وأما في التجربة الثانية انفرجت الورقتان أكثر من التجربة الأولى، وذلك بسبب ملامسة البالون المشحون للكشاف الكهربائي، وبالتالي تنتقل شحنات أكثر من البالون إلى الكشاف الكهربائي، فتتنافر الورقتان بشكل أكبر من المرة الأولى بسبب زيادة الشحنات السالبة. وفي التجربة الأخيرة عندما استخدمنا الصوف بدلا من البالون وقربناه من الكشاف الكهربائي انفرجت الورقتان، وذلك بسبب أن الصوف يحمل عادة الشحنة الموجبة، وعند تقريبه من الكشاف تنتقل الشحنات الموجبة من الصوف إلى الكشاف، ثم تنتقل الشحنات الموجبة الموجودة في أعلى الكشاف إلى الورقتين، فتصبح الشحنة في أعلى الكشاف سالبة وفي الورقتين موجبة، فتتنافر الورقتان بسبب تشابه الشحنة.